Scrivo con mais S. والله كان هرب عم بابا اشوف ابوك يتصرف معاه بابا شوف ابنك مصحيني من النوم عشان يصطاد بوكيمون هو بيصورك وانت نايم؟ اه المخابرات الامريكية انتجت اللعبة دي كسلاح تجسس عشان تصور اماكن مستهدفة في مصر وبالتالي تتم المؤامرة الصهيونية خلاص يا بابا انا مسامحه ده غير انها بتجيب سرطان في المخ والخ بابا لازم انزل اروح الحق الصلاة ايه ده؟ مايكل انت اسلمت امتى يا ابني؟ لا انا بجيب كور كور يا ابني اللي هتلاقيها في الجامع المسجد اخر الشارع يا باشا جوتشا جوتشا يا باشا بقول لك المسجد اخر الشارع استاذن حضرتك بس 7 دقايق ننام الكور في المنطقه كور انت كمان يا عم عايز الحق الصلاه يا ابني بتصور ايه يا ابني؟ يا باشا في بوكيمون على مناخير بوكيمون ايه اللي على مناخير بص في الطريق حاسب حاسب الناس دي بتعمل كده ليه؟ يا ابني راح شمال ليه المسجد اهو؟ معلش يا باشا ده بلاصور لازم اقفشه لا بلاصور ايه يا عم؟ نزلني ايه ده في حالة هنا يا عزت ايوه يا دكتور بيشتكي من ايه ده؟ ده عمل حادثة وعنده كسر في العمود الفقري طب شوف دكتور اسامة شوف الحالة دي هشوف انا بكاتش فوق لا دكتور اسامة مشغول يعني ايه مشغول؟ عنده ايه اهم من حالة زي دي ينشغل بيها؟ بيصطاد سكوير وفي جناح 5 اه طيب ماشي اعمل له فحص شامل واشعة مقطعية وبالمرة افتح قلبه وشوف بيكون جوه عشان بقى لي ساعة بدور عليه ماشي عملت ايه يا متخلف انت؟ فصلت عنه الاجهزه عشان اشحن الموبايل وما لقيتش بكاتشو وللاسف الحاله ماتت ايه يعني ايه ما لقيتش بكاتشو